وتحول الدراسات الصهيونية إلى عملية توثيق من تصريحات العدو دون أن يكلف أحد خاطره بأن هو يدرس بنية العدو. واللي يكلف خاطره دراسة بنية العدو يعرف أن الجيش الإسرائيلي ده جيش متخثر، أنه مثلا في المناورات بتاعته بيسبب خسائر بشرية من أعلى النسب في العالم بحال، وهكذا وهكذا. في الواقع بقى أنا بقول أن الجماعة الفلسطينيين بتوع الداخل الانتفاضيين قاموا بالانتفاضة، وإحنا خايفين ليه؟ لأنه نظر إلى العدو متجاوزا ادعاءاته ولقى ضعفه، لأن انه بشر وانه ممكن ينضرب ويتقتل. احنا بره بقى لسه بناخد تصريحات العدو وندرسها ونقول يا نهار اسوخ يا نهار اسوخ تصريحات العدو.